الوضع منه خرا، عندنا تقريبا شي 15 سنة شغل صح لنوصل للخرا. بعدين فينا نبلش نمسح وهيك. معنا بطريقه كثير ممتازه، وهن عايزين هيدا النوع من الكوميدي وعايزين انه يضحكوا، خصوصا من ورا كل شيء صار. العالم عن جد عايزه انها تضحك وتنبسط. غريب كيف نتعامل مع التروما بالبلد، لانه بنحس حالنا بطوله انه انا قدرت اتخطيها نفسيا وما احكي عنها. حتى لهلا يعني، حتى وقت الانفجار دائما كان الحديث والسرديه تبع السياسيه اكثر شيء، انه تعال نتخطى شو المرحله اللي بعد. مش قصة الوضع الاقتصادي وهو نحن بلبنان ما في شيء، فكل شيء بده يتزبط لترلي، ما في شيء، فكل شيء بدك تحكي عنه. يعني انت حتى قبل 17 تشرين انت بلد منه راكب وما في لا حقوق، يعني اذا بنحكي عن المرأة، اذا بنحكي عن الاحوال الشخصية، ما في عندك قوانين بتحمل النساء او الاطفال، في مليون شغلة، يعني ما في شيء ظابط، فكله بدك تحكي عنه. فكله موضوع انسبيريشن ان جنرال. كثير المجتمع قالك كثير عن حط حواجز على حساب المرأة، فهذا اللي لازم نكسره يعني. فاليوم نحكي عن السكس، هو مش بس لانه سكس لانه لا، بدنا نجي نقول انه في صوت المرأة. اول شيء صوت المرأة مش موجود بالسكس.